على أطلال معالمها العظيمة وفي رحاب أرض شهدت على تواجدها يوماً قبل أن تزيلها عوامل الطبيعة القاسية ومحاولات الآملين من أصحاب الأرض في سبر أغوار صاحبها المغرور، حتى تجسد رواية أعظم مبنى في تاريخ بلاد العرب غض الطرف عن جماليته المعمارية عنوة لأسباب دينية حذرة، حتى تحول إلى مكب للنفايات القذرة. فما القصة؟ في قلب صنعاء القديمة تحيط أسوار متهالكة بما تبقى من مبنى وصل صداه يوماً إلى عنان السماء. تظهر خطوات المارة المتلاحقة من حوله بوضوح، ظناً منهم أن التباطؤ في رحاب أطلالها لن تكون نتائجه حميدة. مبنى تتجسد بقايا معالمه العظيمة لتكون شاهدة على رواية تاريخية عمرها من عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أبرهة الأشرم الحبشي أن يوجه الناس إليها بدلاً من البيت العتيق. اهتدى الأحباش بعد سيطرتهم على اليمن في عام 525 بعد الميلاد إلى حارة القطيع لبناء كعبة القليس على أرضها، سعياً من الإمبراطور البيزنطي لاختطاف الأضواء من الكعبة المشرفة، وحتى تكون كعبته الجديدة محطة المسيحيين في شبه جزيرة العرب. فأرسل عماله ومهندسيه المحملين بالفسيفساء والمرمر لاستخدامهما في تشييد القليس وتزيينها بما يجعلها قبلة للحالمين. وبعد تشييدها وضع الأحباش في باطنها جواهر نفيسة وذهب وفضة وفسيفساء، وهو ما جعلها تسلب ألباب الناظرين بمجرد الاقتراب من نورها الساطع في حارة القطيع باليمن، والذي يمكن رؤيته على بعد أميال. هنا كان لزاماً على الأشرم أن يظهر بطشه لحجاج بيت الله الحرام ويعلن بوضوح عن دخول القليس مضمار المنافسة رفقة الكعبة المشرفة في استقطاب الحجيج إلى رحابها. لم تنجح القليس في منافستها مع الكعبة المشرفة، وكان البقاء حينها للأقوى والأكثر قدسية في قلوب سكان شبه الجزيرة العربية، فأقدم أبرهة على الفعل الأكثر إثارة في تاريخ الكعبة وأراد هدمها. أغار أبرهة على البيت العتيق وجاء على رأس جيش جرار ليبث الرعب في نفوس المكيين ويفرض سطوته على أصحاب الأرض، ففوضوا أمرهم إلى بارئهم وتركوا حماية بيته لقدرته وإعجازه. هنا أسقط طير الأبابيل أبرهة من على ظهر فيله، وأنهت هزيمته المدوية أمام جنود السماء أسطورة كعبته في مهدها، وبقيت قائمة نحو قرنين من الزمان قبل أن تواجه مصيرها المحتوم. فمنذ فجر الإسلام اعترى القليس الإهمال تدريجياً قبل أن تهدم في عهد الربيع الحارثي خال الخليفة العباسي أبو العباس السفاح في عام 754 ميلادية، ويتم تسويتها بالأرض حتى لا يزورها أحد. وسلب الحارثي وما معه من رجال أشداء محتويات الكعبة وما بها من جواهر نفيسة وذهب وفضة وفسيفساء، قبل أن تستخدم حجارتها والكثير من أعمدتها القائمة في بناء الجامع الكبير بصنعاء القديمة. فبرأيكم، هل كان بقاء القليس يمثل خطراً بالفعل على الكعبة المشرفة في عصر الإسلام؟